السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبكم إن شاء الله شوية فيديوهات جميلة. أي واحد مستغرب فيديو ينزل على دقيقة تحت وإلى أكتر حاجة مستغرب فيه. تعالوا أول حاجة نتعرف على الفيديو معانا. ده واحد، يعني أنا بصراحة مش عارف أزعل ولا يعني أضحك. ده حاجة مسخرة بصراحة. ده شيخ على هيئة شيخ، مش عارف بصراحة ده بيعمل إزاي، عايز شهرة بطريقة غير شرعية. يعني ده من ضمن الوباءات في مصر. معانا الفيديو التاني. ده الفيديو ده غريب جدا. ده كانت أكتر الحرائق اللي هتحصل في الغابات أوروبا، كان فيها حرائق جدا. معظم العلماء ما كانش عارفين يعني إيه سبب الحرائق ده، فوجدوا فيه طائر. الطائر ده اللي شايفينه ده بيعمل يعني بيطلع نار، أو مش عارف بيعمل إيه بصراحة. ده هو أكتر طائر يعني بيسبب حرائق في الغابات. إيه معانا الفيلم بتاعي. ده الفيديو ده يعني ده مشكلة جدا، هيضحككم كتير خالص. ده شخص إنسان، الشخص ده ماشي في طريقه في حاله، شاف موتوسيكل. الموتوسيكل ده هو فكر إن إيه يعني يسب الموتوسيكل ده، بس هو مش عارف انا الذكاء دي جابه ازاي. يعني هذا الوقت هو بيحاول ان يشوف في حد حواليه ولا لا. تمام. شاف كاميرا، الكاميرا دلوقتي شافها ماشي، هيعمل طريقة غريبة جدا. يعني مش عارف ده الطريقة اللي عملها ازاي. لبس قناع، يعني حتى ما صبرش يعني ساعة ولا أي حاجة. ده لا، ده راح لبس قناع وراح يعني عشان ياخد موتوسيكل. ده انا مش بصراحه ما شفتش اكتر غباء من كده خالص. يعني ده فيديو مضحك بصراحه. معانا الفيديو الرابع. الصوره ده صوره جسم ثلاثي الابعاد. في حاجه غريبه جدا. انت وتشاهد ان الصوره، اقلب الصوره كده تاني. لو جربت الصوره بتحس ان انت ما جربتش الصوره، بس استني ثواني بحيث ان النظر يعيد الهيئة بتاعت الصورة تاني. اقلب الصورة كده. تمام. لو الصورة هتظهر لك ان يعني ما جربتش الصورة. لو اي واحد شاف فيديو مستغرب فيه ينزل يكتب لي تعليق تحت، وايه اكتر فيديو كان فيه غرض. والسلام عليكم ورحمة الله.